استعدادات انا كنستعد للمباراه بحال جميع المباريات، وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله باش نتقاتلوا باش نربحوا هذه المباراه ونوصلوا لابعد نقطه ان شاء الله. لا ما كيهمناش حنا ربحوا ولا ما ربحوش، ان شاء الله حنا غادي نتقاتلوا باش نربحوا المنتخب الايراني ان شاء الله. وما كيبانوا صحاح ولكن ما كيهمناش حنا ان شاء الله، حتى حنا قادرين نربحوا ان شاء الله. I think we have a big chance to go to the next round and we will take the fight and yes I think we can win the next game and be in the next round physically and they are very strong but yes we are also strong and I think it's a good opponent against us.